عاجل وهام قرار زيادة سعر اسطوانة البوتاجاز اهي 70 جنيه للاسطوانة سعر 12.5 كيلوجرام تسليم مستودع البوتاجاز، و140 جنيه لسعر 25 كيلوجرام، و5600 جنيه للطن الغاز غير شامل النولون النقل، وطبعا الاسعار دي شاملة الدمغة. وده نص القرار اهو ممضي من المحاسب خالد محمد عثمان. كده دي زيادة اللي هو غاز البوتاجاز. طبعا كان في زيادة الغاز الطبيعي عشان الأسعار العالمية زادت، وطبعا السماد برضو سعره زاد، فطبعا دي زيادات اللي هي مرتقبة واللي شغالة حاليا. شكرا، أرجو إنك تشترك في القناة ليصلك كل جديد، ودعمنا بالتعليق يشجعنا على الاستمرار.